نظمت شركة البترول الوطنية الكويتية محاضرة توعوية بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة حول موضوع تعديلات كيغالي على مونتريال بروتوكول. نشكر الهيئة العامة للبيئة على تعاونها معنا. المحاضرة كان أساسها اليوم أن احنا نتكلم على تعديل كيغالي اللي صار على اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال المواد المستنفذة طبقة الأوزون وبدائلها، وركزت المحاضرة على قطاع التكييف والتبريد وأيضا مكافحة الحريق في مؤسسة البترول والمبادرات المستقبلية التي يجب أخذها وخطط المستقبلية للمؤسسة في حال تبنيها أي أنظمة تكييف وإطفاء. وهذا الحدث كان بداية وباكورة تعاون وأهداف مستمرة إن شاء الله، وتستمر اللقاءات في المستقبل القريب. وشاكر لكم على هذه الاستضافة.